السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب الطلاب في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. معكم مستر محمود زهران، مدرس اللغة الإنجليزية. النهارده بنستكمل سلسلة الريبورتد سبيتش اللي هو الكلام المباشر والغير مباشر. كنت شرحنا قبل كده الريبورتد سبيتش في الستيتمنت أو اللي هي الجملة الخبرية. النهارده معانا الجملة الأمرية. الجملة الأمرية بكل سهولة وبكل يسر، مفيش فيها أي تعقيد، سهلة جدا جدا. الجملة الأمرية عندنا اللي بتبدأ بإيه؟ جملة الأمر بتبدأ بإيه؟ بمصدر الفعل. فعل في المصدر اللي هو الإنفينيتيف. جميل؟ زي الجملة اللي قدامنا دي كده. She said clean the board please. She said clean the board please. أنا عشان أحول الجملة ديت من المباشر بتاعي لغير مباشر، لازم زي ما احنا متعودين في خطوات بسيطة خالص لازم نتبعها وناخدها واحدة واحدة. ركزوا معايا. أول حاجة لازم فعل القول اللي هو said هنحوله لإيه؟ هنحوله لـ ordered أو asked أو told. أحوله لـ ordered أو asked أو told. طيب اوردر ديت احولها الاوردر دي امتى؟ يعني اجيب اوردر دي امتى؟ لو كان الكلام من شخص كبير لشخص صغير، يعني لو كان اللي بيتكلم شخص كبير في السن لاشخاص اصغر منه اخليها ايه؟ اوردر. طب لو كان الكلام ما بين اتنين في نفس الاعمار او اكبر منه حاجه بسيطه، يعتبر متناسبين في السن، استخدم ايه؟ استخدم يا اما اسكت يا اما تول. اسكت يا اما تول. جميل؟ طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه دلوقتي هنحول فعل القول زي ما فهمنا دلوقتي الى ordered او اسكت او تول. تاني حاجه معانا وهو بنحذف الاقواس وهنضع ايه؟ تو ومصدر الفعل اللي عندي اللي هو الانفينيتيف. يبقى هشيل الاقواس دول وبعد كده هحط ايه؟ تو وبعد كده الانفينيتيف مصدر الفعل بكل بساطه، مفيش فيها اي صعوبه نهائيا. كويس؟ طيب تالت حاجه هنعمل ايه؟ ما ننساش ان احنا بنحول لو في عندي ضمائر في الجمله بتتحول او كلمات بتتحول. الضمائر والكلمات اللي عايز يرجع لها بقى، اللي ما تابعش معايا الفيديو اللي فات يرجع لفيديو المباشر والغير مباشر في الجمله الخبريه، هتلاقي كل حاجة مشروحة بسهولة وبالتفصيل. تمام؟ طيب رابع حاجة بنحذف كلمة ايه؟ please. لو عندنا كلمة please في آخر الجملة أو في بداية الجملة لازم هشيلها وأنا بحول لغير المباشر. يبقى أنا لما أحب كده أحول الجملة اللي قدامي دي كده she said clean the board please. clean the board please. أنا عايز أحولها ليه غير مباشر. أعمل إيه؟ واحدة واحدة، الأمر مفيش فيه أي صعوبة خالص. أول حاجة هنحول فعل القول اللي هو said إلى إيه؟ إلى كلمة ordered. برافو عليك، يبقى أقول she ordered. تمام؟ طيب وبعدين؟ وبعد كده هشيل الأقواس بتاعتي اللي هو الكوتيشن، وبعد كده هحط to، وبعد كده مصدر الفعل اللي هو عندي إيه؟ كلمة clean. يبقى she ordered to clean the board. She ordered to clean the board. هو ده الريبورتد سبيتش في الجملة الأمرية. حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا. طيب نيجي نشوف عندنا ليه الأمر المنفي أو جملة النهي. الأمر المنفي أو جملة النهي بيبدأ بإيه؟ بيبدأ عندنا بـ don't أو never. يعني لما ألاقي الجملة بادئة بعد الكوتيشن بتاعي don't أو never أعمل إيه بقى؟ أحولهم إزاي؟ طب نشوف الأول الجملة اللي عندنا. He said to us he said to us don't make any noise. Don't make any noise. عشان أحولها زي ما إحنا قلنا هنا زي هنا بالظبط. هما الاتنين واحد، فيهم اختلاف بسيط جدا جدا جدا. ركزوا معايا. هنحول فعل القول إلى إيه؟ ordered أو asked أو told. جميل؟ طيب نمبر 2 هنحذف الأقواس وهنضع، بدل ما كنا هنا بنحط to
والانفينيتيف والمصدر، لا هنا هحط ايه؟ not to، واجيب بعدها مصدر الفعل او الانفينيتيف. معايا؟ يبقى كده هحط ايه؟ not to، وبعد كده هجيب الايه؟ الانفينيتيف بتاعي. طبعا ما ننساش رقم ثلاثة، نحول الضمائر او الكلمات، وبقول تاني ان الضمائر والكلمات دول تحويلاتهم موجودة عندكم في الفيديو بتاع مباشر وغير مباشر في الجملة الخبرية. اللي عايز يشوفهم يدخل على الفيديو هيلاقي كل حاجة مشروعة بالتفصيل. يبقى انا عشان احول الجملة ديت الى الاندايركت او الغير مباشر هعمل ايه؟ واحدة واحدة. ها؟ هي زي ما هي. طيب said to تتحول لايه؟ ها؟ ليه told. ممكن اجيب معايا told دوت، وبعد كده اجيب كلمة us. يبقى هي said to us هتبقى he told us. هنا don't هخليها ايه بقى؟ طبعا دي جملة ايه؟ ده امر منفي. يبقى هربط بايه؟ not to. يبقى انا شلت الاقواس اهوت وهنحط ايه؟ not to، واكمل بقية الجملة بتاعتي خالص. ما دام ما فيش فيها اي حاجة هتتحول، ما فيش هنا كلمات هتتحول، ما فيش فيها ضمائر هتتحول، يبقى هحط الجملة زي ما هي. يبقى اذا الجملة هتكون ايه؟ ها؟ He told us not to make any noise. He told us not to make any noise. كده ها؟ رجعنا كلنا كده على الجملة الأمرية وجملة الأمر المنفي، ما فيش فيها أي صعوبة. ها؟ كلها سهلة ويسيرة، بس أهم حاجة إن إحنا نتبع الإيه؟ الخطوات واحدة واحدة. ولو في أي استفسار عندكم اكتبوا لي في الكومنتات، وأنا إن شاء الله أرد على كل استفساراتكم، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الثالث للريبورتد سبيتش في السؤال بشقي، سؤال بالفعل المساعد أو السؤال بأداة الاستفهام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.